تمام، إن شاء الله نبدأ النهاردة بإذن الله المحاضرة الرابعة الخاصة بسلسلة عرض محاضرات كتاب ثانية أجيب اسم الكتاب بالظبط كتاب Creative Cities and Advanced Models of Knowledge-Based Urban Development. المحاضرة النهاردة الدكتورة أريج إويدا بعنوان Urban Laws in Harmony or at Odds with Knowledge-Based Urban Policies, a Case Study on Egypt. دكتورة أريج محمود إويدا هي مدرس بقسم القانون العام كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، تخرجت من كلية الحقوق عام 2006، حصلت على الماجستير من جامعة جورج تاون عام 2008، وحصلت على الدكتوراه من جامعة الإسكندرية عام 2016، وتدرس الماجستير السياسة العامة بالجامعة الأمريكية، ومهتمة بتطوير التعليم من خلال كونها المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة بكلية الحقوق، وبتعمل حاليا على عدد من الأبحاث اللي تتعلق بعضها بالعقد الإداري وأثره في الاستثمار وبأعمال السيادة وحقوق الاجتماعية والاقتصادية. وطبعا احنا زي ما قلنا ان دكتورة أريج بالفصل بتاعها بتثري الكتاب لانه اول مرة نتعرض للمنحة القانوني او الجوانب القانونية من السياسات التنموية القائمة على المعرفة. وطبعا احنا يعني نشكر دكتورة أريج على مشاركتها معنا في البداية بالكتاب بالفصل بتاعها، ونتمنى ان شاء الله النهاردة المحاضرة سريعة واحنا وعلى ثقة بذلك، وان شاء الله يبقى التعليقات تزيد الفصل بتاع دكتورة أريج اكثر ثراء ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك دكتورة أريج، وتفضلي حضرتك المنصة للعرض. شكرا ليك يا دكتورة، الف شكر. اولا يعني انا الشرف ليا ان انا ابقى وسطكم، والحقيقة أن أنا على مدار الأسابيع اللي فاتت يعني شفت أخلاقيات أكاديمية رائعة من حضراتكم، حمستني أكتر وأسعدتني أن أنا أبقى معاكم. ودكتور علي جلبي يعني أنا سمعت عنه كتير من دكتورة أمل قبل ما أتشرف بأن أنا أقابله، وحقيقي كل حاجة هي قالتها يعني لقيت صداها في الواقع، فبشكر حضراتكم جدا جدا، وأتمنى أن أنا يعني أنجح في أن أنا أوصل فكرة قانونية يعني حضراتكم تحسوا أن هي فيها استفادة وفيها بساطة وما يبقاش فيها يعني كلكعة قانونية كتير، لأن أنا يمكن يعني من الحاجات اللي بتسبب لي سعادة غامرة أن أنا أقدر أشرح لحد جزئية قانونية لو هو غير مختص ويفهمها ويلاقيها بسيطة. يعني عنوان البحث بتاعي زي ما دكتورة أمل تفضلت وقالت هو Urban Laws in Harmony or at Odds with Knowledge-Based Urban Policies, a Case Study on Egypt. أنا في البرزنتيشن اللي أنا بعملها دلوقتي أتمنى الشاشة تكون معروضة عند حضراتكم، صح؟ الباوربوينت واضحة وظاهرة عندنا دكتورة أريج. فأنا هتبع في الPowerPoint Presentation نفس التقسيم اللي اتطلب مننا من الPublisher، فهقسم الPresentation لمقدمة وخلفية أو Background، وبعدين الجزء الرئيسي في البحث اللي هو تقييم قوانين التنمية العمرانية في مصر. هعمل ده من خلال ثلاث نقط فرعية، أولاً أنا أستعرض المعايير الدولية في مجال التنمية العمرانية، وبعدين أستعرض قوانين التنمية العمرانية في التنمية الحاضر، لأن هي كلها يعني مرتبطة ببعض إلى حد ما، وأخيراً هتكلم عن الإطار القانوني الحالي في مصر. ثم في الخاتمة يعني هعرض نمرة 3 على نمرة 1 عشان أشوف إحنا وصلنا لإيه، يعني هشوف الإطار القانوني الحالي في مصر مقارنة بالمعايير الدولية في مجال التمرنية. في المقدمة ابتديت من نقطة معينة اللي هي ان احنا في مصر بتقابلنا بعض التحديات زي مثلا الانفجار السكاني وصغر المساحة القابلة للسكنة. احنا تقريبا في مصر بنعيش على حوالي 7% من المساحة الإجمالية لجمهورية مصر العربية، وقلة الموارد مقارنة ببرضو النمو السكاني المتزايد وبالاحتياجات اللي احنا محتاجينها. في نفس الوقت يعني لا يكفى ان احنا عندنا فرصة ان احنا نعمل حاجة كويسة، لان احنا عندنا يعني مقارنة بدول نامية اخرى عندنا بنية تحتية مناسبة، عندنا يعني توصيل مثلا مياه صحية للمنازل بنسبة 91%، في صرف صحي بنسبة 91%، في كهرباء في جميع البيوت بنسبة 91%، ودي كلها إيجابيات أو فرص.
في المقدمة برضو استعرضت إزاي إحنا يعني الوضع القانوني فيما يتعلق بقوانين التنمية العمرانية تقريبا بتتنازعوا 4 جهات أو 4 مجموعات من القوانين. فعندنا مثلا التزامات دولية، مواثيق دولية مصر موقعة عليها من سنين طويلة، بتتكلم عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية اللي بيدخل من ضمنها مثلا حاجة على سبيل المثال مثلا الحق في السكن. عندنا أيضا التزامات دستورية بتتكلم عن نفس الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دي، ومن ضمنها مثلا برضو الحق في السكن. عندنا الهدف العاشر من خطة مصر 2030 أيضا مخصص للتنمية العمرانية. عندنا ميراث قانوني قديم بس ما زال موجود ومؤثر، زي مثلا نذكر منه قوانين الإيجار القديم، وعندنا مجموعة من القوانين الحديثة زي مثلا قانون البناء الموحد سنة 2008، توالد بعده عدد من القوانين لغاية آخر حاجة عندنا يمكن قانون التصالح على المخالفات البناء في عام 2019. فعندنا الحقيقة يعني إيه، انفجار قانوني متماشي مع الانفجار السكاني اللي موجود، وده يمكن بيعمل شوية لخبطة، وبنسعى من خلال البحث إن إحنا نوضحه ونشوف إيه اللي ناقص بالنسبة لنا. بالنسبة للخلفية، ده الجزء اللي أنا اتكلمت فيه عن الريفيو. قسمت الليتريتشر اللي موجودة على 5 طوائف أو 5 فئات وفقا للموضوع بتاعها. ففي مجموعة من الليتريتشر اتكلمت عن التمدد الجغرافي والزحف العمراني، في مجموعة اتكلمت عن الإطار المؤسسي الحاكم للتطوير العمراني، في مجموعة عملت يعني أو بتعمل دراسة حالة وأفضل تطبيقات في مجال التنمية العمرانية، في ناس بيتناولوا مجال التنمية العمرانية من خلال الأنثروبولوجي أو من خلال مثلا التداعيات السياسية اللي ممكن تترتب على مسائل زي الترحيل القسري مثلا والتعسفي، وفي مجموعة بتتكلم عن اختيارات التخطيط للحكومة المصرية زي مثلا اهتمامها بالمدن الجديدة مع إهمالها للبنية التحتية مثلا في المدن القديمة، أو الاهتمام بال يعني بالسكن اللي هو بيستهدف فئات هاي انكم وإهمال السكن اللي بيستهدف فئات لو انكم أو ميدل انكم. بعد الاستعراض ده هنلاقي إن هو في يعني بعد شوية أو إحجام عن الكلام عن فكرة التنمية العمرانية من خلال القانون. يعني الحقيقة أنا ما قابلتنيش في الكلية ولا في الليسانس ولا في الدراسات العليا أي مادة بتدرس ليها علاقة مباشرة بالمجال ده، ومن هنا جت فكرة. وده على فكرة في نفس الوقت اللي دايما بنلاقي في المواثيق الدولية أو في يعني أي توصيات بتيجي، دايما بتبقى التوصيات من ضمنها إن هو يعني نصحح من الإطار القانوني بما يجعله متوافق مع ال knowledge based urban policies. فدي الحتة اللي أنا شايفة إن أنا بحاول من خلال البحث إن أنا يعني أملاها أو أكتب فيها. طيب نيجي بقى للجزء اللي هو الأساسي من البحث، اللي زي ما قلنا هنقسمه على 3 مراحل أو على 3 عناوين فرعية. المعيار الأول هو المعايير الدولية في مجال التنمية العمرانية. انا هنا كنت حابه ان انا احط زي بنش مارك، حاجه اقارن بيها اللي موجود عندنا بالفعل. فبصيت على الحق في السكن في المواثيق الدوليه، بصيت على اهداف التنميه المستدامه، وبصيت على الاجنده التنمويه الموئل 3 اللي هي هابيتات 3، وطلعت مجموعه من التوصيات، والتوصيات دي صنفتها للفئات التاليه. أولاً كل المواثيق الدولية دي أو التوصيات الدولية بتتكلم عن التملك والإيجار الآمن، وده بيشمل وجود أشكال مختلفة من الحق في السكن والسلامة، أو إن يعني الساكن يأمن من الترحيل التعسفي والقسري. في أيضاً المجموعة الثانية اللي هي جودة وأمان السكن، وبيدخل تحتها توعية
الموقع المناسب، توافر وسائل المواصلات، والأمن من مخاطر الصحة والسلامة. ثلاثة، الجانب الاجتماعي، وده بيدخل فيه اللامركزية والمشاركة في صنع القرار، الهوية الثقافية، حماية حقوق المجموعات المهمشة والأكثر احتياجاً، وأخيراً البعد البيئي، وده بيدخل حماية من المخاطر والكوارث الطبيعية، وتوفر الطاقة الآمنة بأسعار معقولة، وإدارة التخلص من المخلفات. بعد كده دخلت في قوانين التنمية العمرانية في تاريخ مصر المعاصر، بقيت في السياسات وقوانين التنمية العمرانية في يعني قسمتها وفقا لفترات رئاسة لرؤساء الجمهورية السابقين والحاليين. فعندنا مثلا في رئاسة جمال عبد الناصر نلاحظ ان كان في اهتمام بالقاهرة الكبرى باعتبار ان هي يعني بتعكس النظام الاشتراكي الجديد، او زي ما بيقولوا بالانجليزي to showcase، ان هو يعني الرئيس الاسبق جمال عبد الناصر كان عايز القاهره يعني زي تبقى واجهه لمصر، وده يعني تمثل في حاجات كتيره زي مثلا انشاء احياء جديده ومخططه، وفي نفس الوقت وجود مباني معاصره زي برج القاهره، مجمع التحرير وهكذا. لكن ده الحقيقه جاء على حساب القاهره القديمه، فانتشرت فيها العشوائيه، وفي الوقت ده يعني في الحقبة دي بتاعت الستينيات الحكومة كان موقفها من العشوائيات صارم شوية، في شيء من المواجهة أو العنف، زي مثلا ان هم يرفضوا ان هم يوصلوا لهم مية او صرف صحي، وكانوا بيحاولوا ان هم يضغطوا عليهم علشان يعني يسيبوا الاماكن دي ويتم تجديدها. وطبعا ده عمل ميراث الى حد ما من الشك بين سكان العشوائيات والحكومات، لكن الميراث ده فضل متوارث يعني حتى يومنا هذا. في كمان من استمات في الحقبه دي قوانين الايجار الثابت اللي هي fixed rent laws، او اللي احنا بنقول عليها الايجار القديم يعني، او الايجار القديم. ودي بتتميز بان الحكومه هي يعني بدل ما تسيب مساله تحديد مثلا سعر الايجار للسوق، لا الحكومه هي بتتدخل يعني بتتدخل وبتحدده في سعر معين. وده طبعا يعني يمكن ساعتها كان يعني يستهدف ان يبقى في عداله اجتماعيه معينه، ويمكن ده اتحقق فعلا. لكن مع ثبات الايجار على مدار سنوات طويله يعني ده ادى لمشاكل يعني هنلاحظها بعد كده. في برضه سياسات جمال عبد الناصر بالنسبة للزراعة، زي مثلا تقسيم الأراضي الزراعية، وده برضه كان شيء حقق يعني عدالة اجتماعية في عصره، لكن في امتداد العصور، وخصوصا لما ندخل بعد كده في رئاسة محمد أنور السادات، هنلاحظ إن حصل تقلص للرقعة الزراعية. ننتقل بقى على طول في الحتة دي نشرحها ليه حصل تقلص للرقعة الزراعية. لان بعد تقسيم الاراضي الزراعيه وكان ظل سياسه الانفتاح الاقتصادي وامكانيه استيراد المزروعات والمأكولات، ابتدى يبقى الزراعه مش بتدر دخل كويس جدا للاسر اللي بتقوم بالزراعه، فابتدوا يستغلوا الاراضي في حاجه تانيه زي البناء عليها مثلا علشان يبقى في مساكن لاولادهم مثلا. فده مع الوقت نتج عنه تقلص للرقعه الزراعيه. السادات ايضا اهتم بالمدن الجديده زي مدينه السادات والعاشر من رمضان، ولكن جميع المدن دي يعني ممكن ما كانتش مدروسه قوي مواقعها ولا المحاور الاقتصاديه الاساسيه اللي هي بتقوم عليها، ولا تم الاستشاره ب يعني الستيك هولدرز او كل من له يعني باع او مصلحه اذا كانت هتنجح ولا لا. فده نتج عنه ان هي لغايه النهارده يعني من اكتر من يمكن 50 سنه او 40 سنه لغايه النهارده المدن دي زي ما بيقولوا عليها هاف فول، يعني ما اتملتش حتى نصها. في ايضا قوانين الايجار القديم استمرت في عصر السادات، وكمان اتضاف اليها بنود بتغل يد المالك اكتر من الاول. في برضو حته تشجيع الحكومه للعماله المصريه بالخليج، ودي نتج عنها ان طبعا العاملين بالخليج كانوا بيرجعوا جزء من الدخل بتاعهم لبلدهم، وده
ترتب عليه بصفة عامة زيادة الاستهلاك، بس اللي يفصله هنا ان هو ترتب عليه اللي بيتقال عليه construction boom، يعني زي انفجار في الانشاءات او في المقاولات. يعني بقت يحصل بقى بناء بيوت كتيرة جدا بهدف اما الاستثمار او ان هم يعني تنفع ولادهم او لما يرجعوا من الخليج يسكنوا فيها. في رئاسة محمد حسني مبارك بنلاحظ ان فضل الايجار القديم موجود، ولكن تم اقرار قانون جديد اللي هو قانون الايجار الجديد اللي احنا بنسميه مجازا يعني قانون الايجار الجديد. ولكن الايجار الجديد بيسري فقط على العلاقات الايجارية اللي صدرت بعد سريان، يعني بمعنى ان الايجار القديم مازال مستمر. طبعا في عصر مبارك تم خصخصة لشركات مملوكة للدولة، ومن القطاعات اللي تأثرت بفكرة الخصخصة بصفة عامة هي برضو قطاع الإنشاءات. ففي الألفينات تقريبا قدر مشاركة القطاع الخاص في مجال الإنشاءات بما يفوق مثلا 95%، بينما انحصر الدور اللي بتقوم به الحكومة في مجال الإنشاءات. أيضا تميز بالمدن الجديدة وبتنمية العشوائيات. فالمدن الجديدة في عصر مبارك برضو فيها نفس المشكلة، من ضمنها مثلا توشكا، من ضمنها 6 أكتوبر، ولكن أيضا كل المدن دي برضو بنقول عليها هاف فول، بل مثلا توشكا بيقول عليها أن هي مدينة أشباح. اهتم الحقيقة مبارك بتنمية العشوائيات إلى حد ما، وما أخدش موقف عدائي منهم، فاعتبرهم يعني أمر موجود وحاول إن هو يطورهم قدر المستطاع بس من غير تصادق معاهم، وبالتالي وصل لهم كهرباء ومية وبقوا وضع قائم. يعني في ثورة 25 يناير 2011 طبعا بقى فيه انفلات أمني، ومن مظاهر الانفلات الأمني اللي تخصنا في الوقت ده هو انتشار ظاهرة البناء المخالف. أما في رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي هنلاحظ إن هو يعني أخد منحيين اللي هما ممكن نقول عليهم العصا والجزرة، يعني في شيء من المواجهة مع الناس اللي بتقوم بالبناء المخالف، أخرها يمكن كانت إزالة البناءات المخالفة يمكن من شهرين فاتوا، والجانب الآخر لها فرصة التصالح. يعني لو أنت عايز توفق أوضاعك السابقة ممكن ان انت تتصالح، وده اخذ يعني صورة حاجة من اتنين، التصالح على اراضي الدولة والتصالح على البناء المخالف. تتميز برضو الفترة الحالية بمشاركة الجيش في المشاريع التنموية، ومن ضمنها المدن الجديدة زي مثلا العاصمة الادارية الجديدة. في ايضا جزء يعني يحسب للنظام الحالي اللي هو تطوير العشوائيات، وده الحقيقة ما كنتش لقيت فيه references كتير عنه لأنه حاجة تعتبر جديدة، فلسه إن شاء الله هحاول إن أنا أهتم بيه أكتر. يعني أنا يمكن أشرت لي إشارة عابرة، لكن هحاول إن أنا يعني في الـ revision اللي بعملها إن أنا أضيف جزء خاص بي. نيجي بقى للإطار القانوني الحالي في مصر. أولاً إحنا عندنا مثلاً مادة 48 من الدستور لعام 2014 بتتكلم عن الحق في السكن، وإن السكن ده لازم يبقى آمن ومناسب، وإن الحكومة عليها يعني التزام بضمان الحق في السكن أو في توفير الحق في السكن. في أيضاً قانون البناء رقم 119 لعام 2008، وده يعتبر من القوانين اللي هي يعني نطاق تطبيقها واسع، فبتتكلم عن مسألة البناء بصفة عامة. اتكلموا في القانون ده عن معالجة المخالفات السابقة على صدور القانون، اتكلموا عن الهوية الثقافية والجانب الجمالي، اتكلموا عن إجراءات تقسيم الأراضي واستخراج التراخيص، اتكلموا عن مخالفات البناء بعد صدور القانون وأزمة انهيار العقارات، وحتى حطوا مخالفات أو عقوبات جنائية في حالة مخالفات البناء وانهيار العقارات. ولكن أيضا يعني العقوبات الجنائية دي زي ما احنا عارفين لحد ما يعني بتاخد صورة مثلا غرامات، فبالتالي ما كانتش برضو رادعة قوي، رغم ان الـ يعني الغرامات كانت عالية،
إلا إن الكسب اللي بيكسبه المقاول من البناء المخالف بيفوق هذه الغرامات، فبالتالي ما كانش فيه ردع كافي. في كمان قانون الإيجار الجديد رقم 4 العام 1996، إنما يعني لازم نشير إلى إن مجال تطبيقه ليه علاقة ب أو يعني بيكون بس في العلاقات الإيجارية اللي نشأت بعد سريان. فإحنا ما زال في يومنا الحاضر عندنا الإيجار القديم منتشر بصورة كبيرة، ومشكلة الإيجار القديم إن هو خلى ناس كتير تقفل شقق ممكن تتأجر. يعني في فترة معينة كده الناس بقت تستثمر في العقارات وما تحبش إن هي تأجرها، وده يعني خلى سوق العقارات يخسر عرض كتير وبالتالي يرتفع الطلب قوي. عندنا كمان قواعد تملك الأراضي وقانون التصالح في التعدي على أراضي الدولة، ده صدر عام 2017. بنتكلم فيه عن فكرة إن يعني جميع المساحات تقريبا الخالية في الدولة هي بمقتضى قوانين قديمة هي مملوكة للدولة، ولكن اللي كان حاصل إن في بعض الأماكن بيبقى فيه وضع يد، زي مثلا يعني إحنا عندنا في اسكندرية كينج ماريوت مثلا أو العجمي أو كده، رغم الأراضي دي المفروض هي أراضي دولة، ولكن كان فيه وضع يد للسكان الموجودين في الأماكن دي، وبالتالي الناس يعني مثلا المواطنين العاديين لما بيحاولوا يشتروا بيشتروا من الناس اللي هم متملكين الأراضي دي بوضع اليد. فده يعني في نظر الحكومة ليس تملكا صحيحا، فالقانون ده حاول إن هو يفتح الباب فرصة التصالح في التعدي على أراضي الدولة. في أيضا قانون التصالح على البناء المخالف رقم 14 لعام 2019، وأيضا ده بنناقش فيه شروط التصالح، إن طبعا البناء ما ينفعش يكون بيترتب على المخالفة دي أي مخاطر مثلا للسكان أو لغيرهم، وإن هو لا يجوز التصالح في المخالفات اللي بتنشأ بعد سريان القانون، فالتصالح كله على المخالفات السابقة على سريان القانون. وبرضو بشير في الحتة دي على لفكرة ان هو يعني الجانب اللي ممكن يبقى سلبي في الحتة دي ان هو يشجع البعض يمكن على المخالفة باعتبار انه قدام ممكن يصدر قانون اخر للتصالح او تتفتح باب التصالح مرة تانية. في ايضا قانون الضريبة العقارية رقم 1906 رقم 1196 لعام 2008، وده يمكن كان الهدف منه واللي تم يمكن تفعيله او زيادة نسب فيه لاحقا، كان الهدف من كده ان الناس تبطل شوية يعني تستثمر في العقار وتقفل الشقق، لان المطلوب في الوقت الحالي احنا عندنا طلب كتير وعرض قليل، فالمطلوب ان الناس تتشجع ان هي تعرض البنايات اللي هي بتملكها او العقارات اللي هي بتملكها للإيجار او للبيع. أخيرا في الخاتمة رجعت بقى للأربع محاور اللي أنا كنت اتكلمت عليهم وابتديت أشوف القوانين بتاعتنا غطت إيه منهم وما غطتش إيه منهم. فبالنسبة للتملك والإيجار الآمن، نقدر نقول إن التملك في مصر آمن باستثناء حالة وضع اليد. بالنسبة للإيجار عندنا المشاكل الناجمة عن الإيجار القديم. بالنسبة للترحيل القسري والتعسفي عندنا برضو بعض المشاكل بالنسبة للعشوائيات، أغلبها بيرجع إلى إن ما بيحصلش نوع من المشاركة في اتخاذ القرار كافية، وبالتالي في بعض الأحيان بنلاقي إن حصل ترحيل قسري في العشوائيات، لأن هي القوانين يعني بتقول بيتم تفاوض، فإذا رفضوا ممكن الدولة تستخدم ما لها من قوة يعني إن هي تفرض القانون. وبالتالي للأسف لغاية دلوقتي أغلب الأماكن اللي حصل فيها ترحيل كان في شيء من المقاومة من السكان. بالنسبة لجودة وأمان السكن، نقدر نقول إن إحنا عندنا معالجة قانونية بس عندنا صعوبات واقعية. مثلا قانون البناء اتكلم بصورة تفصيلية عن المخالفات السابقة على صدوره وهنعمل فيها إيه، وقسمهم لمناطق، في مناطق محتاجة إن هي تتشال خالص وتتعاد من الأول، وفي مناطق محتاجة إن هي بس يتوصل لها خدمات أو يحصل فيها بعض التحسينات، ولكن على أرض الواقع
يعني ما زالت موجودة مشكلة العشوائيات من عام 2008 وحتى يومنا هذا. بالنسبة للبناء اللي لاحق على صدور القانون، فبرضو القانون يعني قال لا، لازم المحليات تتابع وتشوف في مخالفات ولا لا، ولو في مخالفات هيبقى في غرامات، ولو في مثلا صيانة مطلوبة في العقارات لازم يتحملها مالك العقار مثلا. فده عمل مشاكل في عقارات اللي هي بيتم إيجارها إيجار قديم، لأن الملاك بيقول احنا أصلا مش بيجيلنا دخل من الإيجار علشان ندفع مصاريف الترميم. ده أثر طبعا سلبا على المباني القديمة، وأدى إلى مجموعة من انهيارات المباني يمكن احنا في اسكندرية بنحس بيها جدا. يعني تعتبر اسكندرية يمكن أعلى محافظة في انهيارات المباني. برضو في مشكلة بتقابلنا اللي هي فساد الأحياء والمحليات اللي بيغضوا الطرف عن مخالفات البناء، وبالتالي بيترتب عليها إن المخالفات دي بتكون غير آمنة على السكان. الجانب الثالث اللي هو الجانب الاجتماعي، بنلاحظ إن احنا عندنا ضعف في المشاركة واللامركزية في صنع القرار. فيعني صحيح القانون بيتكلم على إن مثلا في تخطيط التخطيط العمراني لازم ناخد رأي السلطات المحلية أو اللوكال أوثوريتيز، بس إحنا السلطات المحلية عندنا في مصر غير منتخبة. آخر مرة تم انتخابها يمكن كان من يمكن 16-17 سنة مثلا. فبرضو يعني يكون النص موجود إلا إن هو يعني غير ممثل قوي أو لا يعتبر مشاركة حقيقية. برضو مشاركة سكان العشوائيات في القرارات اللي بتتخذ في تجديد العشوائيات أو تطويرها برضو تعتبر مشاركة ضعيفة. آخر بعد اللي هو البعد البيئي، أنا لاحظت إن هو ده اللي بيحظى بأقل اهتمام. ويمكن في الخمس قوانين اللي أنا يعني استعرضتهم يكاد يكون ما كانش فيه أي ذكر للبعد البيئي، وبالتالي هي جت بالصدفة كده إن يعني إحنا متخذين خطوات أقوى في أول فئة ثم تضعف تلك الخطوات، حتى إذا وصلنا للبعد البيئي نجد أن هي خطوات ضعيفة جداً اللي اتخذت في المجال القانوني. بشكر حضراتكم جداً على حسن استماعكم، وفي انتظار أسئلتكم إن شاء الله. شكراً جزيلاً لحضرتك دكتورة أريج على العرض الوافي الجميل الممتع للجوانب القانونية لتطبيق السياسات التنموية القائمة على المعرفة. حقيقي ده أنا أول مرة أحظى بهذا الدخل في المعلومات، لأن حضرتك يعتبر قدمت لنا جزء كتحليل سوسيولوجي للمجتمع المصري من الناحية القانونية منذ حقبة ناصر وبعد كده السادات وبعد كده مبارك ثم الحقبة الحالية للإطار القانوني لتطبيق السياسات وتفعيل السياسات التنموية القائمة على المعرفة، ودي حاجة أنا أول مرة أقرأ عنها أو أسمع عنها فيما يخص السياسات التنموية القائمة على المعرفة. فأنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا على العرض الوافي ده، وطبعا المنصة مفتوحة حاليا للتدخلات. شكرا لحضرتك يا دكتورة، والمنصة مفتوحة حاليا، فبرضو احنا كعادتنا ان شاء الله اللي يحب يتدخل مع دكتورة أريج واللي يحب يعلق يكتب اسمه معنا في الشات بحيث ان احنا ناخد بالترتيب ان شاء الله. وطبعا في النهاية خالص مسك الختام أستاذنا الأستاذ الدكتور علي عبد الرازق جلبي اللي بيعمل لنا نظرة شاملة عامة على كل الفصل بالتعليقات اللي اتقالت عليه. فأول اسم معانا إن شاء الله أستاذة نياز، أستاذة نياز محمد، تفضلي أستاذة نياز. حضرتك سمعيني أستاذة نياز؟ مساء الخير على الدكتورة. أنا أسفة شوية كان عندي مشكلة في الصوت. أنا بشكر حضرتك، وطبعا يعني شرح وافي وبصراحة موضوعات يعني مدروسة بدقة، شكرا جزيلا. وفعلا حضرتك يعني حققتي الهدف انه شرحتيها بشكل يعني بسيط جدا وفهمناها، وبنشكر حضرتك عليها جزيل الشكر. بس انا بصراحه استفساراتي، اعذروني اذا كان استفساراتي تكون
بشكل، لأن بصراحة أنا ما شاركتش في الكتاب، بس تكون يعني مداخلات استفسارات لتوجيه فكري أول حاجة، وبعد كده المناقشة واستفادة من حضراتكم. أول استفسار، حضرتك اتكلمتي عن المقاييس الدولية أو القوانين، المقاييس الدولية في البناء التنمية العمرانية. أنا بسأل ليه حضرتك ما اعتمدتيش على الشروط أو القوانين اختيار المدينة الإبداعية؟ لو أنا فكري غلط، أنا أتمنى تصححوا لي، لأن حضرتك عايزة تدرسي في ضمن الكتاب اللي بيتكلم عن المدن الإبداعية. فلو كنت حضرتك اعتمدتي على شروط القانون، الشروط التي يفرض على تسمية المدن الإبداعية، واعتمادا على الشروط دي جينا ندرس القوانين، ممكن كان يكون أسهل. أنا مش عارفة، بس بستفسر. تاني حاجة، حضرتك أثرتي قوانين مهمة، منها العشوائيات والإيجار. يعني حضرتك درستي القوانين ده على أساس إن هو كعائق للتنمية العمرانية، ولا كنت عايزة تعرفي ايه دورهم على التنمية العمرانية؟ لان حسب اعتقادي، انا مش عارفة ان انا صح ولا غلط، واتمنى حضرتك وبعد كده دكتور علي يعني يساعدوني في ده، انه حضرتك لو كنتي تدرسي القوانين البناء والانشاءات او شروط البناء، مثلا الوحدات، القوانين التي يدي للمهندس تصميم أي خارطة، القوانين دي يعني حسب اعتقادي أنا كان ممكن دراستها تفيدك أكتر، إن هم عندهم يعني في مصر عندكم حجب قانوني ولا لا؟ لأن مثلا زي ما حضرتك ذكرتي الشروط البيئة، الشروط البيئي لأي مدينة يبقى حسب المخطط، والمخطط يبقى حسب التصاميم في أي عمارة. يعني حتى الآن مثلا دلوقتي أحد قوانين البيئة في العالم كله إنه أي مدينة حتى من المدن المغلقة لازم يكون 25% من المدينة يعني مساحة خضراء. فدي شروط بيئية ملزوم عليه الهندسة أو الخارطة الهندسية. فلو حضرتك كنت ركزتي على ده ممكن كان تفيد أكتر. أنا مش فاهمة، بس بستفسر بصراحة، وبشكر حضرتك على المعلومات الوافية الكبيرة، وبشكر القائمين على المنصة بصراحة، كل أسبوع نزداد علما ومعرفة، وتمنياتي لكم بالتوفيق. شكرا جزيلا. تحياتي ليكي دكتورة مياز. هي فعلا أسئلة مفيدة وملاحظات قيمة. يمكن اختياري للمعايير الدولية إن أنا أقيس بيها، لأن هي دي اللي بتشكل التزامات دولية على مصر، بالتالي بنضطر إن احنا يعني في القانون نعكس هذه الالتزامات أو نتبناها. إنما مثلا مسألة زي اللي حضرتك طرحتيها، زي شروط مثلا المدن الإبداعية أو كده، فما فيش إلزام قانوني على الحكومة المصرية إن هي تتبنى مثل تلك الشروط. فبالتالي يعني علشان يعني المجال اللي أنا متخصصة فيه اللي هو المجال القانوني، علشان أقدر أقيمه ما كنتش هقدر أقيم قوانيننا بحاجة أصلاً مش ملزمة لينا، يعني ما فيش إلزام علينا فيها. فبالتالي ده كان سبب اختياري للمعايير الدولية، لأن هي اللي بتشكل شيء من الإلزام على الحكومة المصرية، وبالتالي نقدر يعني نشوف إحنا حققنا فيها قد إيه. لكن طبعاً ده ما يمنعش إن أنا ممكن يعني أحاول أبص على الشروط التانية وأشوف لو يعني ولو بصورة غير ملزمة الحكومة المصرية حاولت إن هي تتبنى الشروط دي في القوانين المتعلقة بالتنمية العمرانية في مصر.
واضح ان في انقطاع في الانترنت من عند دكتورة اريج يا دكتور علي، فاحنا معلش ننتظر بس عبال ما الانترنت عندها يرجع تاني، في انتظار ان شاء الله. لان الصورة بتاعتها عملت فريز حتى، فواضح ان الانترنت عندها فصل. ده مشكلة، دي بقى البنية التحتية بتاعتنا في مصر عموما يعني. وطالما احنا بنتحول الى الـ يعني التعليم عن بعد والندوات والحاجات دي، فعلا لازم يحصل نوع من الدعم الفني من الدولة، وان هي فعلا تعمل يعني اهتمام بموضوع توفير البنية التحتية عشان نبقى احنا مستعدين للنشاط اللي احنا بدأنا ندخل فيه بالثقة الكبيرة. النهارده برضو المشكلة دي قابلتنا واحنا في مناقشة رسالة الدكتوراه، كان برضو النت بيقطع عند بعض الزملاء. فالمناقشة ما ينفعش قانونا انها تتم الا لما كله يبقى قاعد على نفس يعني المنصة في نفس الوقت. طبعا لابد فعلا يكون في يعني إنشاء منصات للموضوع ده. بالظبط، يا رب ان شاء الله يا دكتور. نتمنى حقيقي ان البنية التحتية عندنا يحصل لها عملية ابجريد او يعني نوع من أنا انواع بتخيل التطوير. البنية التحتية ديت يعني جت الدكتورة أريش اي انضمت، هي اهلا ولا إيه؟ وسهلا بحضرتك يا دكتور. دكتورة الصوت بس مش موجود لسه يا دكتور. دكتورة أريك، حضرتك سامعينا؟ اه المايك بتاع حضرتك عليه ميوت. أيوة تمام، اتفضلي يا دكتور. أهلا بحضرتك. معلش النت فصل عندي، بس مش عارفة حضراتكم سمعتوني لغاية ما وصلت لفين. تمام، سمعتوا الإجابة على السؤال الأول؟ ايوه سمعنا. بالنسبة للسؤال الثاني أكون شاكرة لو أستاذة نياز إعادة صياغته معلش مرة تانية. آسفة، أنا بس سألت إنه حضرتك ذكرتي في القوانين هي القوانين الإيجار والعشوائيات، فأنا بس كنت حابة أتأكد إنه حضرتك درست القوانين ده، لأنه نسبة الإيجارات وتصاميمها والعشوائيات هم كعوائق للتنمية العمرانية، ولا إيه علاقتهم بالتنمية العمرانية؟ هو أنا الحقيقة ما ركزتش عن النقطتين دول بالنسبة للمعالجة القانونية، إنما يمكن حضرتك يعني حصل إيحاء إن هم عليهم تركيز بسبب السرد التاريخي، لأن هم يمكن بيحتلوا جزء مهم في السرد التاريخي أو ليهم آثار لغاية النهاردة. إنما في المعالجة القانونية أنا عالجت بصفة عامة مثلا قانون البناء. قانون البناء بيشمل العديد من المسائل اللي حضرتك أثرتيها، زي التخطيط والمسائل الجمالية والهوية الثقافية وكل الكلام ده. ولكن في النهاية برضو يعني في التقييم اللي أنا عملته في النهاية، التقييم برضو كان راجع للمحاور الأساسية أو المعايير الدولية، يعني إن أنا قارنت ما هو قائم بالمعايير الدولية. فالمعايير الدولية زي ما استعرضت يعني في محور كامل منها بيهتم اللي هو بيقولوا عليه the security of tenure، يعني مدى أمان الحق في السكن، سواء كان مبني على تملك أو مبني على إيجار أو مبني على سكن عشوائي. فده كان جزء برضو خلاني أتوسع في الكلام عن الجزئية دي، وده يعتبر يمكن المعيار الأساسي في الحق في السكن. يعني هو لازم يبقى الواحد ضامن إن هو ساكن في المكان ده بصورة مستمرة، إن هو لن يتعرض للإخلاء. وبعد كده أبتدي أشوف المسائل الجمالية الأخرى بقى، سواء جودة السكن نفسه، جودة الخدمات فيه، كل المعايير المتعلقة بالمدن الإبداعية. يعني لن تتحقق ما لم يكون هناك أمان بالنسبة للحق في السكن نفسه. فده يعني كان السبب إن أنا عالجت الجزء ده يمكن بشيء من الاستفاضة، وسبب الاستفاضة يمكن يرجع لأن هي بتحتل أهمية كبيرة في الواقع المصري. يعني احتمال يكون في دول تانية مش مهمة، بس هي دي الحاجات اللي بتشغلنا إحنا كمجتمع مصري وليها أثر كبير. شكرا أنا يا دكتور، جدا انا اللي بشكرك. وفعلا في كل البلدان الايجار بيأثر، يعني البنية لما تكون للايجار بيأثر، لما تكون للملكية الخاصة. وكنت اتمنى انه حضرتك تذكري لنا ليه ما دام انتوا
عندكم أراضي كبيرة ما استثمرتش، إيه القوانين اللي تعيق استثمار الأراضي الكبيرة بدل ما تجمعوا في 7% زي ما ذكرتي حضرتك؟ وأنا آسفة جدا على الإطالة وشكرا للجميع، يعني أنا آسفة. لا ابدا، يمكن سؤال اللي حضرتك قلتيه مهم فعلا الاخير، وانا عالجته يعني او تناولته بشيء من التفصيل في البحث، بس هو علشان انا ملتزمه ب 30 دقيقه في العرض، فيعني لحد ما تغاضيت عن التفاصيل. هو السبب الحقيقه واضح ومباشر. اولا هو سبب تاريخي، ارتباطنا بالنيل، يعني ان الناس كانت يعني 7% دول يشكلوا وادي النيل والباقي تقريبا كله صحراء. فبطبيعة الحال منذ قديم الزمن والمصريين بيسكنوا حوالين النيل عشان يشربوا مياه حلوة ويقدروا يزرعوا الزرع بتاعهم وياكلوا كده. المحاولات اللي تمت لبناء مدن جديدة غالبا كان يعني بينقصها بعض الأشياء، ممكن زي ما قلنا ما كانش فيه دراسة كافية هل المواطن اساسا عنده استعداد ان هو يروح تشك مثلا، يعني ايه اللي يخليه يسيب مثلا المنوفيه ولا المنصوره ولا اسكندريه حتى مدينه ساحليه او السويس ويروح في الصحراء، يعني لازم يبقى في حاجه معينه تجذبه. فهل هو في اختيار هذه الاماكن هل تم مراعاه البعد البيئي مثلا او البعد الاقتصادي أو آراء السكان؟ الحقيقة أغلب الليتريتشر اللي قريتها تعقيبا على المدن الجديدة بتقول إن هو لم يتم أخذ هذه الأمور في الاعتبار. المسألة الثانية إن إحنا ما زلنا بنتعامل مع المدن الجديدة على إن هي فرص استثمارية، فبالتالي اللي بيستثمر ده سواء هو المقاول أو المواطن اللي بيشتري هو هدفه الأساسي إن هو زي ما بتقول يسقع، يعني إيه يسقع؟ يعني يحطها على جنب ما يستخدمهاش بس علشان قدام يقدر يبيعها بسعر أغلى. برضو هي الـ يعني نسبة مثلا المساكن المبنية لمستويات الدخل المنخفضة تكاد تكون منعدمة، لأن محدش ولا مقاول هيستثمر ولا شخص معاه فلوس هيستثمر في إن هو يستثمر في حاجة المستهدف بيها يعني شرائح الدخل المنخفضة. فهنلاقي إن إحنا عندنا يمكن 80% من المعروض هو بيستهدف شرائح مستويات عالية من الدخل، وبالتالي يعني ممكن المستويات العالية من الدخل دي بتمتلك واحدة واثنين وثلاثة، انما بتقفلها كلها مش بتحاول تأجرها لان برضو ايجارها مش هيقدر عليه اي حد. فدي يعني بعض الاسباب اللي ادت الى ان احنا ما زلنا منحصرين في 7% من المدن الجديدة رغم مرور يعني سنوات طويلة على بعض منها، الا ان هي حتى الان لم تمتلئ بالسكان، يعني او النسبة الموجودة فعلا مش قد النسبة بتاعت الكفة الاستيعابية بتاعتها. شكرا جزيلا لحضرتك دكتورة أريجة على العرض الوافي أو الإجابة الوافية اللي حضرتك قدمتيها لأسئلة دكتورة نيز، واسمحي لي أنا كتبت اسمي في المداخلات فاسمحي لي أنا أسأل السؤال. تسلمي دكتورة أريجة، شكرا لحضرتك. دكتور أنا كنت وأنا يعني حضرتك بتعرضي الجزء الخاص بتاع حضرتك بتتكلمي على قوانين التنمية العمرانية في مصر، فواضح ان احنا الكتاب زي ما حضرتك عارفة منقسم لجزئين، يا اما في بعض الفصول بتتكلم على السياسات اللي هي السياسات التنموية القائمة على المعرفة، يا اما بعض الفصول الاخرى بتعرض لنماذج للمدن الابداعية اللي موجودة على مستوى العالم سواء جوه مصر او خارج مصر، او في بعض الفصول الحمد لله نجحت انها تجمع ما بين السياسات والنماذج ودراسات الحالة الخاصة بالمدن الابداعية. فواضح ان فصل حضرتك مركز اكتر على السياسات، يعني هو مش بياخد حتى نماذج او حالات معينه. طيب اذا كان الفصل بيركز على السياسات فلماذا يا دكتور حضرتك ما تربطيش الجزء الخاص بالقوانين؟ يعني هو استفسار ونوع من انواع المناقشه مع حضرتك قد يكون شيء يعني يطرح ويقبل او قد يعني مش بالضروره ان هو يتم قبوله، يعني بس هو استفسار من ناحيتي اذا كان حضرتك مركزه اكتر على السياسات وعلى تقييم قوانين التنمية العمرانية في مصر، فلماذا لا يتم الاعتماد على قوانين وسياسات التنمية القائمة على المعرفة اللي اتطورت في يعني حضرتك عاملة تحليل شبه تحليل رباعي، حضرتك اتكلمت عن الفرص والتحديات،
فأعتقد التحليل الرباعي يعني أول حاجة في المنهجية ممكن احنا نركز في التحليل الرباعي على الأربع أقسام الأساسية للتحليل الرباعي فعلا، ما يبقاش ضامن الفرص والتحديات فقط، ولكن يبقى ضامن الأربع جوانب التحليل الرباعي اللي هو SWOT analysis. دي النقطة الأولى خاصة بالمنهجية. النقطة الثانية الخاصة بالسياسات، ممكن الجزء الخاص اللي هو اللي ناقص فيه literature review حضرتك تقدمي فيه الجزء الخاص بالسياسات الدولية التنمية القائمة على المعرفة، اللي بقت بتهتم ب يعني زي ما بتقال كده 4 pillars كبيرة: مجتمع التعلم المستدام، الاهتمام بالتنمية البشرية، الاهتمام بالتنمية الاقتصادية، والتشبيك بين دوائر المعرفة، ثم اتجهت إلى الاهتمام بالتنمية البشرية والاجتماعية بشكل أعلى، والتنمية الاقتصادية قائمة على الاستثمار، وظهر بقى مواطن المعرفة واقتصاد المعرفة. فأعتقد الجزء اللي دكتور حضرتك هتلاقي فيه يعني دراسات كتيرة واتكلمت على السياسات التنموية القائمة على المعرفة باعتبارها جزء كمكون أساسي إن أنا أبدأ أنشئ مجتمع معرفة واقتصاد معرفي ومدن إبداعية وغيرها. وده في نفس الوقت بيتكلم يعني قد يكون له مردود للأربع أجزاء اللي حضرتك اتكلمتي عليها في نهاية الفصل بتاع حضرتك الخاص بيه: التملك والإيجار الآمن، جودة وأمان السكن، والجانب الاجتماعي والبعد البيئي. لأن الأربع بيلرز اللي حضرتك اتكلمتي عليهم دول متضمنين بالفعل ضمن القواعد الأساسية للسياسات التنموية القائمة على المعرفة، ولكن في شكل داخل في منظور أعلى يعني أكثر شمولا، اللي هو التنمية الاقتصادية، التنمية البشرية، التنمية الاجتماعية وهكذا، وداخل فيها برضو البعد البيئي. فالمداخلة باختصار حاجتين: منهجيا الدكتور ممكن هل ممكن نطبق SWOT analysis بشكل أكثر عمقا، ميبقاش بس قاصر على الفرص والتحديات. المداخلة التانية خاصة بالجزء الخاص بالسياسات، هل من الممكن إن احنا نضمن السياسات التنموية القائمة على المعرفة ضمن تقييمنا لقوانين التنمية العمرانية في مصر؟ وشكرا جزيلا دكتور عادل. شكرا ليك يا دكتورة أمل. أولا أنا هو السؤال الأول، أنا الحقيقة يعني ما حاولتش إن أنا أعمل SWOT analysis خالص، يعني هو بس في الانترودكشن يعني من باب العنوان إن هو كان بيقول at or at odds، يعني هو متوافق ولا في تضاد، فأنا حبيت في الانترودكشن إن أنا أظهر كم التضاد اللي موجود في المجال ده. فزي مثلا ان انا اقول ان هو والله احنا عندنا تحديات كبيره بس عندنا فرص، والله احنا يعني مثلا اعترفنا بالكلام ده في الدستور وفي خطه مصر 2030، بس ما زال عندنا مشاكل في مثلا العشوائيات، عندنا مثلا قوانين بتقول نزيل البناء المخالف وعندنا قوانين تانية بتقول نتصالح على البناء المخالف. ف يعني حتى انا في النسخه الانجليزيه اكاد اكون ما استخدمتش تعبير الفرص والتحديات خالص، انما هو جاء من باب اظهار التضاد الموجود في الواقع واللي انا حاولت ان انا اعكسه في العنوان. يعني هي فكرة حلوة من حضرتك فعلا ان انا اضمنها، بس هي الحقيقة يعني ما كانش مبني عليها اصلا البحث، فربما اجد صعوبة ان انا ادخلها دلوقتي. بالنسبة للاقتراح التاني بتاع حضرتك، وزي ما حضرتك قلتي في النهاية يعني المعايير الاربعة او الكاتيجوريز الاربعة اللي انا عملت عليهم البنش ماركينج هما كده ولا كده ليهم مردودات أو انعكاسات في السياسات التنموية القائمة على المعرفة. بس الفكرة إن أنا يعني علشان يعني نفس الرد اللي قلته الأستاذة نياز، إن أنا بحاول أوصل لحاجة معيار دولي ملزم لمصر، سواء اتفاقية هي موقعة عليها أو مؤتمرات مثلا دولية أو اتفاقيات دولية هي داخلة فيها، علشان تبقى ملزمة من الناحية القانونية. فممكن ده اللي خلاني ألجأ لي إن أنا أستخدم المعايير الدولية بدل ما أستخدم المقابل ليها في السياسات التنموية على المعرفة. ولكن في جميع الأحوال أظن الجزء ده يعني الوقت مش متأخر إن أنا أضيفه، فممكن إن أنا يعني أخصص جزء إن أنا يعني زي ما بيقولوا تدرو لينك، إن أنا أعمل ربط بين المعايير الدولية دي في صياغتها اللي أنا اشتغلت عليها وبين ما تمثله أو ما تشابهه في السياسات التنموية على المعرفة.
مش عارفة ايه رأي حضرتك برضو. هو ثانية معلش يا دكتورة، هل صوتي واضح الأول؟ أشكر حضرتك طبعا دكتورة أريج على رد حضرتك، وطبعا يعني زي ما حضرتك وضحتي إن المنهجية فعلا ما نقدرش يعني يبقى من الصعوبة بعض الصعوبة إن احنا نطبق SWOT analysis زي ما كناش بدأنا من الأول، بس برضو مش صعبة قوي دكتور، ممكن إذا حضرتك حبيتي متقلقيش ممكن نساعد حضرتك فيها. النقطة التانية دكتور الخاصة بالاتفاقيات الدولية الملزمة، انا لو حضرتك اديتيني بالظبط يعني 2 minutes انا هجيب لحضرتك شكل توضيح انا كنت مستخدماه في رساله الدكتوراه بتاعتي اللي هي كان بعنوان الابعاد الاجتماعيه التنميه قائمه على المعرفه في مصر. انا كنت عامله اهم المحطات الدوليه والمحليه والاقليميه على المستوى العربي اللي كان فيها اتفاقات دوليه موقعه من جانب المصري مع دول اخرى ومع مؤسسات ومنظمات دوليه زي الامم المتحده وغيرها، بتلزم مصر بتطبيق أبعاد مختلفة للتنمية القائمة على المعرفة. فلو حضرتك اديتيني بالظبط 2 minutes أنا هشير مع حضرتك السكرين بتاعة الشكل التوضيحي ده من رسالة الدكتوراه بتاعتي، إذا حضرتك حبيتي تعتمدي عليه أو حضرتك حبيتي تضمني بعض السياسات اللي فيها، لأن هي اتفاقيات ملزمة يعني ملزمة لمصر قانونا لأن احنا وقعنا عليها بس. فأشكر حضرتك طبعا على رد حضرتك الوافي، وأتمنى أن أكون مداخلتي فيها نوع من المساعدة مش أكتر أو نوع من مقترحات. بالعكس يا دكتور، بالعكس، جميل، في انتظار إن شاء الله يبقى حضرتك. تسلمي لي دقيقة بس إن شاء الله. دكتور علي حضرتك تحب تتداخل مع دكتورة أريج قبل ما دور على الصورة؟ يعني هو دلوقتي ما فيش حد من الزملاء يحب يسأل سؤال أو حتى يرحب. هو إلى الآن يا دكتور إحنا ما فيش حد طلب المداخلة غير دكتورة نيس. طيب، على أي الأحوال إحنا أولا سعداء جدا جدا بوجود الدكتورة أريج معنا، وسعداء أكثر بالعرض اللي هي قدمته للموضوع بتاعها، واستفدنا كثيرا من المعلومات القيمة اللي هي قدمتها لنا، اولا من حيث يعني عرضها لعناصر الموضوع، ومن حيث الجاذبيه في العرض اللي تمت من خلال البرزنتيشن اللي هي قدمته، وده يعني وضح لنا كثير من الجوانب اللي احنا كنا يعني توقفنا قدام منها. انما الحقيقه الموضوع موضوع شيق جدا، وموضوع فعلا له علاقة زي ما قالت الدكتورة أمل بالجانب الخاص بالتنمية القائمة على المعرفة أو القياسات الخاصة بالتنمية على المعرفة. هو طبعاً الدكتورة أريج بدأت بأنه هي التزمت فعلاً بالعناصر اللي وضعت من قبل الناشر فيما يتعلق بإخراج الفصل بشكل معين، التركيز على المقدمة والخلفية والموضوع والconclusion. بس أنا يعني في الجزئية دي بحب يعني أشير للدكتورة ريج على أنه في الجزئية دي كان محتاجين أن احنا على الأقل الكلمات المفتاحية اللي هي الأساسية في الموضوع، موضوع الأربن لوز ده هو قوانين العمران ديت أو القوانين الحضرية زي أي تعبير من التعبيرات، والمفهوم الآخر المتعلق بالتنمية الحضرية القائمة على المعرفة أو السياسات التنمية أو المفهوم اللي استخدمته هو knowledge based urban policies، سياسات الحضرية القائمة على المعرفة. لأنه هذا الاهتمام بهذه المصطلحات، وده جزء على فكرة مطلوب من ضمن الشروط اللي يجب على يعني صاحب الفصل إن هو يقوم بها، لازم يوضح لنا حتى في آخر الفصل ما الذي يقصده بهذه المصطلحات. وكان هذا الاهتمام كان هيساعد فعلا في انه يبقى في ربط ما بين الموضوع بتاع القوانين العمرانيه وبين الموضوع بتاعنا اللي هو السياسات العمرانيه القائمه على المعرفه. الامر الاخر هو في الخلفيه
الخلفية فعلا كان في عرض للدراسات وتقسيم الدراسات إلى مجموعات، لكن فين بقى الثغرات اللي تم عرضها من خلال هذه الجوانب الأساسية؟ لازم يبقى في ثغرات عشان نبني عليها الشغل بتاعنا، وبالتالي بنأكد أهمية الشغل بتاعنا أو البحث بتاعنا اللي بيتكلم في هذا الموضوع. برضه من ضمن الحاجات اللي كان يعني المفروض يبقى واضحة عشان ما فيش حد يتساءل، مثلا زي الدكتورة أمل اتساءلت يعني ليه ما عملناش كذا أو ما عملناش كذا، يبقى يتعلق مثلا باستخدام منهج آخر بعد كده في دراساتها المختلفة. كان لابد يعني يكون في وضوح لخطوات المنهج المتبعة، لأنه فعلا الدكتورة أريش اتبعت أكثر من إجراء منهجي. يعني من ضمن الحاجات اللي انا يعني سعدت بيها مساله التتبع التاريخي الخاص بالقوانين الحضريه اللي هي بداتها من ايام عبد الناصر لغايه المرحله اللي احنا عايشين فيها دلوقتي، او مرحله عبد الفتاح السيسي، يعني واحنا مشينا بالتدرج بتاع رؤساء الجمهوريات اللي ظهروا في مصر في خلال الفترة السابقة. الأمر الآخر هو إنه يعني برضه من ضمن الحاجات اللي محتاجينها في الفصل بتاعنا ده بقى إيه اللي أنا بقترحه عشان نحل كل هذه الإشكاليات؟ إيه التوصيات؟ إيه المقترحات؟ عشان ده ممكن يبقى يساعد بعد كده في، وبالتالي يدي القيمة العملية والتطبيقية للنتائج اللي أنا وصلت إليها في البحث بتاعي. فمحتاج الجزئية دي إن هي يعني نأكد عليها في إخراج العمل بتاعي. برضه في نقطة مهمة فيما يتعلق بالربط ما بين القوانين العمرانية وما بين السياسات العمرانية القائمة على المعرفة، مسألة التحول من منهج استخدام الأرض. يعني كان في وقت من الاوقات البناء في مصر قايم على انه اي حد عنده حته ارض يبنيها عشان يستخدمها، لكن بعد كده بدا يظهر حاجه اسمها التخطيط الاستراتيجي. هل موضوع التخطيط الاستراتيجي بالنسبه للقوانين العمرانيه ممكن ده يساعدنا في الربط ما بين القوانين العمرانيه وما بين التنميه الحضريه القائمه على المعرفه؟ ده السؤال اللي انا بطرحه على حضرتك. وأنا طبعا سعيد وبشكرك وبتمنى لك التوفيق، وفعلا أنت الحمد لله يعني الموضوع واضح وتناولتيه من جوانب مختلفة، والحمد لله يعني احنا تعلمنا شيء زي ما بتقول نيال، وتعلمنا شيء جديد فيما يتعلق بالجانب القانوني اللي احنا فعلا محتاجين ان احنا نعرفه. شكرا جزيلا للدكتور أريج، واتمنى لك مزيد من التوفيق والتقدم ان شاء الله. شكرا يا دكتور على يعني ملاحظات حضرتك القيمة، وإن شاء الله أخدها في الاعتبار في المراجعة، لأن ده كان الهدف الأساسي الحقيقة من المحاضرة، الواحد يسمع آراء مختلفة ويستفيد منها. فبشكر حضرتك شكرا جزيلا على الملحوظات، ويمكن إجابة على السؤال الأخير اللي حضرتك طرحته اللي هو الخاص بالتخطيط الاستراتيجي، هو الحقيقة قانون البناء لعام 2008 اللي هو قانون البناء الموحد هو تناول كثير من الإجراءات المتعلقة بالتخطيط وتقسيم الأراضي واستخراج التصاريح وما إلى ذلك. ويمكن أنا تعرضت فيها أو تعرضت ليها في البحث، ولكن يعني ممكن فعلا ما اهتمتش بيها اهتمام كبير. يعني أنا أفردت لها مثلا فقرة أو فقرتين زيها زي بقية المواضيع اللي أنا عالجتها. فإن شاء الله لما أشوف الحاجات اللي الدكتورة أمل هتبعتها لي أشوف إيه اللي منها يصلح إن هو يبقى يعني يدخل في المعايير اللي أستند عليها ويكون ليها قوة ملزمة، وأحاول إن أنا يعني أركز أكتر على الجزء اللي حضرتك قلته المتعلق بالتخطيط. وشكرا يعني لحضرتك انا وجهة والدكتور نظري ان انا يعني اضيف جزئيه بسيطه في هذا المجال، انه حضرتك تذكري في التاريخ اللي انت حضرتك استعرضتيه فيما يتعلق بالعلاقه ما بين يعني ازاي يعني في فرق بين استخدام الارض
والتخطيط الاستراتيجي، في عندنا مشكله قابلتنا فيما يتعلق بالمدن المدن الابداعيه. يعني في عندنا، تذكري الخلاف اللي حصل ما بين مدينه زويل وما بين جامعه النيل؟ لاي حد هذا الخلاف ممكن يفرق لنا انه في وقت من الاوقات الدوله ادت لجامعه النيل ارض عشان تبنيها، وفي وقت من الاوقات جت حكومه ثانيه خدت المبنى بتاع الجامعه بتاعت النيل وديتها لزويل عشان يعمل المدينه بتاعته. وهنا حصل الخلاف، وهنا ده اللي بيشير الى مساله انه يعني كيف يمكن ان يكون هناك قانون للبناء او للتنميه العمرانيه بيعتمد على التخطيط الاستراتيجي ولا يعتمد على مساله استخدام الارض، ارض فاضيه او مكان فاضي احنا بنستخدمه عشان نحل مشكله من المشكلات. بالتالي دخل هم في اواضي وحاجات من هذا القبيل. فاذكري انت هذه المساله. أذكر المسألة دي طبعاً، ويعني في يعني نماذج كتيرة للحاجات مشابهة. يعني أنا مثلاً لما بشتغل في بحث آخر على العقود الإدارية وأثرها على الاستثمار مثلاً، فبلاقي إن مثلاً أكبر شكوى المستثمرين بيشتكوا منها أولاً تغير النصوص القانونية باستمرار، فما بيبقاش فيه معرفة مسبقة أو توقع لإيه اللي ممكن يحصل بكرة. نعم. ويمكن في المرتبة الثالثة في الأسباب اللي يعني بتخلي المستثمرين يعزفوا عن الاستثمار في مصر هي مثلا الفساد. فحضرتك يعني ذكرته من المشكلة بتاعت جامعة النيل أو جامعة زويل هي متعلقة بنفس المشاكل اللي هي التغير القرارات والقوانين بصورة مستمرة، بحيث ما بيبقاش فيه توقع ايه اللي ممكن يحصل بكره، وبالتالي حتى لما بنخطط لحاجه النهارده هي ممكن بكره نعمل تخطيط تاني ينفي التخطيط اللي احنا عملناه في الاول. يعني فدي بتقلي مشكله يعني جامده وليها مردودات او اثار في مسائل مختلفه وعديده. يعني بشكر حضرتك على ملاحظتك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. احنا شاكرين جدا للزملاء وشاكرين لحضرتك طبعا في الاول انك جمعتينا في هذه الامسيه، ويعني قدمت لنا يعني اطلاله جميله على القوانين العمرانيه، ويعني خلتينا يعني نتجول او يعني نستزيد يعني علما ومعرفه بكثير من الجوانب الخاصه بالسكن، وباعتبار السكن ده حق من حقوق الانسان. شكرا جزيلا للدكتور أريج على هذا. أنا شايفة في مداخلة في الشات من أستاذة هدير. أيوة تفضلي. ممكن أقرأها بصوت عالي. كيف يتم التصالح في ظاهرة التصدي للمباني المخالفة؟ وهل هذا التصالح لضمان حق المواطن في السكن دون التهاون في حق المواطن في الأمن البشري بحماية المواطنون من أي تهديد أو مخاطر تهدد حياتهم داخل السكن الذي يعيش فيه نتيجة انهيار العديد من المباني المخالفة في الآونة الأخيرة؟ والله يعني يا أستاذة هدير، يعني القانون بتاع التصالح على المباني المخالفة أنا زي ما بيقولوا بالإنجليزي يعني عندي تجاهه a love-hate relationship، يعني بحبه وبكرهه في نفس الوقت. هو فعلا وضع غريب شوية إن الدولة هي نفسها تقول أنا هتصالح على البناء المخالف، هتصالح مع الناس اللي خالفوا القانون، ولكن الأمر الواقع هو اللي فرض حاجة زي كده. ويمكن يعني أتيحت لي الفرصة أن أنا يعني أدخل في نقاش مع المسؤولين على رسم الهاوزينج بوليسي بتاعت مصر أو سياسة السكن في مصر، وأخدت رأيهم في النص ده. يعني قالوا برضو ان هو ليه مميزاته وليه مساوئ. والحقيقة يعني بالنسبة للصياغة القانونية نفسها هو بيرفض التصالح على البناء اللي فيه خطر منه، يعني فده جزء يمكن يطمن حضرتك شوية ان هو لو كان البناء المخالف ده يعني قد يهدد حياة المواطنين فهو لن يتم التصالح عليه ويجب إزالته فوراً.
إنما يمكن حضرتك لو من سكان اسكندرية هتكوني عارفة إن في كتير من البنايات بتبقى مخالفة ولكن رعيت فيها معايير السلامة. يعني مثلاً هو كان أخذ تصريح بست دوار إنما في النهاية بنى 12 دور، إنما في الواقع هو فعلاً رمى أساسات تشيل 12 دور، فهو عنده 6 أدوار مخالفة إنما 6 أدوار المخالفة دي آمنة. إنما يعني ده رد من الردود اللي ممكن تتقال. إنما أنا الحقيقة مثلا مش مقتنعة بحاجة زي كده، لأن مثلا يعني بيتهيألي لو جت مثلا لا قدر الله حصل حريقة ومحتاجين إن إحنا ندخل مطافي أو حاجة، ممكن ما تقدرش تدخل وسط البنايات اللي هي تعدت اللي مسموح بيه بالنسبة لي يعني العرض بتاع الشارع. حضرتك عارفة البنايات المسموح بيه إنك تاخد مرة ونص عرض الشارع، والهدف من ده من ناحية الإضاءة الملائمة والتهوية الملائمة، ومن ناحية أيضا إن هو لو حصل مثلا حريق أو حاجة إن تقدر السيارات إطفاء الحريق إن هي تدخل وتمد السلالم بتاعتها وتقدر تطفي الحريق، فده هيكون صعب لو الشارع كله بنايات. يعني عرض الشارع صغير إنما البنايات كلها 12 دور 15 دور مثلا. فيعني مش عارفه الحقيقه في الواقع العملي ازاي بيقيموا مدى يعني عدم وجود مخاطر بحيث ان هم يوافقوا على التصالح. انما ممكن الهدف الثاني برضو اللي اقوله من التصالح، ان البعض بيقول يعني حضرتك سالتي قلتي هو الهدف ايه، ان انا يعني احافظ على استثمار المواطن مثلا او فلوسه او حقه في السكن. ايوه في جزء منها يعني فعلا كده، في اموال كتيره استثمرت في البناء ده، واذا كان البناء ده يعني امن ف يعني الفكره في القانون ان هو ليه نهد كل البناء اللي اتبنى واللي اتصرف عليه واللي تم الاستثمار فيه ما نستفيد بيه، خاصه ان احنا يعني زي ما ذكرت انا اكتر من مره عندنا اصلا مشكله في العرض في السكن بصفة عامة، يعني ما عندناش عرض كتير. من ضمن أيضا الحاجات اللي القانون رعاها إنه هو قال إن التصالح ده الأثمان اللي بتدفع في التصالح جزء منها هيروح لتنمية مثلا العشوائيات، فإحنا بناخد من القادر اللي ارتكب مخالفة هو عارف إنه ارتكب مخالفة وهناخدها هنصلح بيها أوضاع موجودة مثلاً في المساكن العشوائية. فيعني ده كل اللي أنا أعرفه عن ممكن الفكرة اللي خلف البناء المخالف. وطبعاً أظن يعني لا يكود يعني لا يكاد لا يكون أحد مننا ما يعرفش حد ساكن في بناء مخالفة، يعني من أهالينا أو مننا أو من صحابنا. يعني الموضوع منتشر جداً وكان محتاج معالجة، بس أنا ما أخفاه ان هو يعني يكون بيرسخ لفكرة المخالفة. ده تقريبا كل اللي عندي، وبشكر حضراتكم شكرا جزيلا دكتور وليد ودكتورة ام كلثوم، وطبعا جميع من شارك دكتورة نياز ودكتورة امل ومسك الختام دكتور علي. شكرا جزيلا لحضرتك دكتورة أريج على المحاضرة الممتعة والردود الوافية حقيقي على كل تساؤلات والتعليقات اللي تم طرحها النهاردة في المحاضرة. وأنا شيرت مع حضرتك، مش عارفة هي الشاشة واضحة عند حضرتك ولا لأ، أنا شيرت مع حضرتك الصورة الخاصة. أنا شايفاها بس طبعا الكلام صغير جدا، فبعد إذن حضرتك ممكن تبعتيها لي على الواتساب وأطلع عليها وتناقش فيها مع حضرتك. أكيد. إن شاء الله. أكيد. حضرتك على اهتمامك طبعا والنصيحة الهامة فعلا حضرتك أثرتيها. ربنا يخليك يا دكتور. هي ملخص لأهم معالم تبني السياسات التنموية القائمة للمعرفة عالميا ومحليا بما فيها من اتفاقيات ملزمة لمصر، وأنا بعتها لحضرتك على الواتساب. أشكر حضرتك دكتورة أريج، شكرا جزيلا. شكرا أستاذي العزيز دكتور علي، دايما حضرتك بتمتعنا بالتعليقات الوافية اللي فعلا بتدينا نظرة شمولية للموضوعات اللي بيتم طرحها من خلال لقاءاتنا الإسبوعية. وأشكر طبعاً كل الزملاء اللي حاضرين ومداخلاتهم القيمة وحضورهم معنا النهاردة. شكراً لكم. شكراً جزيلاً للجميع. شكراً جزيلاً. كل أسبوع وانتم طيبين إن شاء الله. شكراً ربنا دايماً على خير. إن شاء الله. حضرتك طيب. شكراً لكل واحد منكم وكل الزملاء اللي حضروا. إحنا طبعاً سعداء بوجودهم وسعداء بالمشاركات وبالمداخلات، وإن شاء الله مزيد من العلم ومزيد من التقدم
ومزيد من يعني الإسهام في المعرفة بشكل أو بآخر. شكرا جزيلا. إن شاء الله يا دكتور علي. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا للزملاء وشكرا دكتور أريك. شكرا ليك يا دكتور. شكرا، مع ألف سلامة.